السلام عليكم. اول حاجه كنشكروا جريده حوار بريس اللي صراحه دارت هذا الانترفيو باش توصل الرساله ديال الحركه الكشفيه، واللي ما كيعرفش الكشفيه يعرفها من خلال هذا الفيديو هذا. اليوم حنا في مدينه اسفي وجاو عندنا الاخوان من مدينه بن قرير باش يكونوا واحد الفرع ديال الكشفيه الحسنيه المغربيه، وحنا غنعطيهم بدورنا واحد التعريف مبسط على الكشفيه والامتداد ديالها عبر الاقليم العربي والاقليم العالمي. بالنسبه للكشفيه هي واحد الحركه تربويه تطوعيه غير سياسيه موجهه للفتيه والشباب دون التمييز في اللون او العرق او الجنس او الديانه، وكتخدم على المبادئ ديالها الثلاث اللي هما الواجب نحو الله والواجب نحو الذات والواجب نحو الاخرين، وفق واحد الطريقه مختلفه على باقي الجمعيات اللي فيها 8 عناصر، فيها التعلم بالممارسة، فيها الوعد والقانون، فيها يعني النظام الطلائع أو نظام مجموعات صغيرة، وكذلك فيها نظام التدرج والعديد من العناصر اللي كتميز البرنامج الكشفي على باقي البرامج يعني الجمعيات الأخرى. كذلك الكشفية الحسنية المغربية هي من أقدم الجمعيات الوطنية اللي تأسست سنة 1933 على يد الراحل المغفور له الملك محمد الخامس، وسماها الحسنية انتسابا لابن ديالو المرحوم الحسن الثاني. ودابا حاليا حنا عندنا 91 سنة ديال العمل التربوي، ديال العمل الجاد، ديال تكوين وتأطير الشباب والفتية ليصبحوا مواطنين صريحين لأنفسهم ولهذا الوطن. شكرا لكم.